بتسندني بسياط السفر، بتبرع من دم الترى، قلت أنا وبالي خيال شايل بإيدي هالفنا، البرد يسكني وانا ارجف وادور عالدفاع، الظلم مر ظالمي ضيع وعودة والوفا، قلبي مثل طير حزين النور بعيون انطفى، شايل بإيدي هالفنا، نقطة أمل نور الورد، قربة بذاتي ودنيتي وشوق المشاد دمي وصار، شوق المشاد دمي وصار. انسى انسى يا ولادي انسى. انسى؟ شلون انسى؟ علميني شلون انسى. بعد الضرب اللي تعرض له صافي وموت ابنه، أعتقد أنه بدأ يخاف لأنه ما يعرف من هو الجاني، قريب ولا بعيد، وهذا الشيء من صالحك. من صالحي؟ أكيد أكيد أنه من صالحك، لأني بصراحة اكتفيت بحرق قلبه على ابنه وقبلها حرق المخازن. أما أنت فمشوارك طويل، أنت تبغى ترد فلوسك فلوس أبوك نهبها، أما أنا مستغنى عن فلوسه، يكفيني اللي صار. يعني أعمل لوحدي؟ أنت من زمان لوحدك وأنا بعيد أسمع الأخبار بس. لكن ما يهمك، أنا بعطيك اللي يرضيك، مر علي المكتب. يعني أفهم أنك تخليني لوحدي؟ صافي جبان، انت ممكن تحدده وتاخذ اللي تريده منه. تصبح على خير. ابو ماجد، مر علي بكره المكتب. نعم، من حضرتك؟ أنا اللي حرق مخازنك وذبح ولدك، انتقامي بعد ما كمل. الظاهر إن أعدائك كثر. اسمحني، إذا تريد تحافظ على عائلتك نكذب لي كل اللي أريده. ما وقته،
يخليك بنارك. خايف. تظلين على هالحال يا بنتي، عمر الحزن والبكي ما يرجع اللي راح. طول عمره طول عمره ما اهتم في اولاده ولا احس فيهم، ما كان همه بس الا شغله يا عمتي. هذا الشبل من ذاك الاسد يا بنتي اسمع، ذكري الله سبحانه وتعالى احسن بكثير من البكي والحزن. وبعدين يا بنتي، مو بس انت الحزينة، كلنا شايلين بداخلنا بعد موت عبد الجليل الله يرحمه. الله يرحمه ويغمد روح الجنة. قومي يا اسماء، قومي يا بنتي، قومي، اذكري يا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله. الله يرحمه، الله يرحمه. هل لديك عداوات مع أحد؟ احتمال، ليش لا؟ أنا تاجر لي اسمي بالسوق، فأكيد في بعض التجار يغاروا من نجاحي ويحاولوا يضروني. بس هل ممكن أن توصل لدرجة القتل؟ في هالوقت كل شيء ممكن. بالنسبة للهاتف، طلع رقم هاتف عمومي. والحل يا حضرة الوكيل؟ عموما رايحين تحرز على الورقة ورايحين نحيلها المختبر الجنائي لإمكانية إبهار البصمات. وممكن أعرف من هي ومن عائلتها وهل هم مستوانا ولا لا؟ مستواها ممتاز، بس أنا اللي يهمني البنت، والبنت إنسانة خلوقة وبنت ناس. بنت ناس، هذا أنا اللي أحكم عليه. مستواهم لازم يكون ممتاز، إنه ما يناسب عائلة مرموقة مثل عائلتي. زين، قول لي من عائلتي. أنا اللي أعرفه إنها بنت صافي حمود. ومن وين عرفتها؟ المهم إني عرفتها. ليش؟ أنت تعرف أبوها؟ عز المعرفة. حلو، إذن ما في مشكلة. إلا المشكلة بعينها، هاي تعرف. أنت من وين تعرف هالأشكال وهالنمالك؟ ليش يا أبوي؟ في شيء؟ أبوها اللي تتكلم عنه هو اللي يبغى يتحداني في السوق، يحط راسه من راسي. هو صحيح ما بحجمي ولا بحجم أعمالي، لكن في النهاية يبغى يتحداني، وأنا ما أحب حد يحط راسه من راسي. فهمت؟ عمار. نعم. تعال. إن شاء الله.
أنت لو رجل واجهني وجها لوجه، بس مع الأسف أنت خايف، والخايف دائما هو الجاني. يمكن أكون خايف بس ما من حضرتك. القانون له وجه واحد ما وجهين، وخاف أكون أنا هذا الوجه المتهم من وجهة نظرهم. طلعت الحين. اي نعم. الوقت المناسب. لما يكون عندك وقت مناسب كلميني. اتفقنا؟ يلا مع السلامة. صدق يا أستاذ نبهان، عصافير عصافير صغار، وكان من الأول المفروض أني أنا أتفرشهم. عموما أتوقع أيوب اليوم بيطلع. حمد الله يسامحك اللي خليت نفسك في السالفة. أنا كنت باغي أخبرك بروحي، لكن بعد ما تنتهي هذه السالفة. ولولا موت بن صافي كان هو وابوه راح معاهم. يا استاذ نبهان، صافي هذا ما له حل الا انا وانت نحط ايدنا على بعض. صدقني بنقدر عليه بكل سهوله. المهم يا استاذ عبد القدير ان ما نخون بعض. وليش نخون بعض؟ دام مصالحنا مشتركه ما في خيانه ان شاء الله. بس في شيء شغل لي بالي ومستغرب منه، انت كيف اطلقوا سراحك؟ الجواب وبكل بساطة ما في دليل ضدي. ماشي دليل، ولا انت اللي اصلا ما خليت دليل عليك؟ استاذ عبد القدير، احنا خلينا منهم هالسالفة هذه سوالفهم كثيرة. هذا الناس ما يستاهلوا حد يسولف عنهم. يعني تبغينا نضيع هذا الوقت الثمين في هذا المكان المبهر علشان سوالفهم؟ انت مو بندمان على الجمعة؟ ترى ذراعك اليمين، اليد اللي تخوني اقطعها من اصلها. لا، كما يقول قطعها رايبة رايبة وارميها. هذا أيوب دام يتصل أكيد إنه بخير، أكيد إنهم ما حصلوا عليه دليل. يبغاني أعيش على كيفه وأتزوج على كيفه وأكل وأشرب على كيفه، لكن هذه المرة لا. هذه حياتي وأنا حر فيها. صباح الخير أستاذ. أستاذ، هذا ملف البناية الجديدة اللي طلبته.
استاذ استاذ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا ولدي، بغيت شيء؟ اي نعم، سيارتي واقفة علي وحرارتها مرتفعة وكنت محتاج ماء. ما له داعي تنادي العامل، انا شفته وطلبت من عنده الماء. بس على فكرة مزرعتك وايد حلوة. مشكور يا ولدي مشكور. تفضل حياك. لا ما يحتاج، مشكور. واصل مزرعتي وما تشرب لك فنجان قهوة، على الأقل حبة رطب من خير هذا النخل الشامخ. تفضل يا ولدي تفضل. خلاص تم، تفضل. ما قلتنا عن اسمك يا الطيب. يوسف. ما قلت لي يا يوسف ايش تشتغل؟ انا مخرج مسرحي. يعني انت ما جاي بالصدفة مثل ما قلت. ليش انت تعرفه؟ سامع عنه. الحمد لله، ويقولون ان مخرجين المسرح الجاد مو معروفين. أتمنى أنك تكون جاد. أنا مو فاهم شيء. يعني أنت ما تعرف من أنا؟ صدقني أنا ما أعرفك، لكن أتشرف إذا تعرفت عليك. ممكن أعرف يا جماعة الخير إيش السالفة بالضبط؟ بيني وبين الشيخ يوسف، يوسف معاه حق بكل اللي جالس يسويه. والله شو اقول لك يا فضيله، ترى صافي مو بسهل اللي نخاف منه. يوسف بعد ما سهل، ويصير الحق يرد اصحابه، ويوسف صاحب حق. إيه كل واحد في هالدنيا يقول الحق معاه، ويوسف تايه ياخذ حقه من صافي او من الدنيا. ما علي يا اختي ما علي، الله يمهل ولا يهمل. بصراحة أنا ما أعرف شلون أشكركم، حسيت وأنا قاعد معاكم أنا بين أهلي وناسي، خصوصا أبو صافي. ما أدري ليش ذكرني بيدي، بطيبته، بحنيته،
ليش جدك بعده عايش؟ صدق إذا قلت لك إني مو عارف إذا عايش أو راح لرحمة الله. غريبة، في إنسان ما يعرف إذا كان جده عايش ولا لا؟ ما في شيء غريب في الزمن الغريب. على العموم هذا المكان مكانك، وحياك الله في أي وقت. عموما أنا أشكركم وفعلا سأنس معكم. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة يا ولدي. مع السلامة. بالفعل انت يا أيوب، كيف قدرت تدخل في عمق أسرار صافي؟ لا 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 لا، أنا أشهد لك يا أيوب أنك صار ذكي، صار مخك كبير وناقصتين مرة واحدة. الأمر مبهين مبهين، على الأقل الآن بقدر أني أوقف صافي ولو أكسر شوي من ظهره. تلميذك طال عمرك، وإذا تبغاني نكسر ظهره بالكامل ترى حاضر. لا لا يا أيوب، ظهره بالكامل يبغى له وقت، مو لأنه صلب، لا، لأني أنا نفسي أستمتع بنهايته قدام عيوني. يوسف طلب يتفدوى، باين عليه ودناس ومحترم، يريد يتعرف علي، او الظاهر انه يريد يتعرف عليك انت. وانا ايش يخصني في الموضوع يعني؟ فدوى تقول شافتهم في المستشفى مع ابنك صافي يسلموا على بعض بحرارة. انت بهذه الطريقة بصراحة تدخلني في شك، شو السالفة بالضبط؟ باكر يذوب الثلج ونعرف اللي تحته، وانا انتظر لغايه ما يذوب الثلج ولا كيف يعني؟ وعندك حل ثاني؟ طبعا عندي حل، اكلم صافي واشوف ايش الموضوع. نشوف. انتوا ايش فيكم؟ ايش سالفتكم؟ كل واحد فيكم مختلف مع اللي يشتغل عنده يروح لغيره. بصراحه هذا الوضع يخلي الواحد يخاف من كل اللي حوله. اليوم الشاطر هو اللي يعرف من وين تؤكل الكتف. صحيح أنا وأبو ماجد تعاوننا واستفدنا، بس الطمع سيطر عليه وأنا ما طمع. عندي حق وأريد أسترده. تسترده؟ من تسترده؟ من صافي. الحين الكل يريد يسترد حقه من صافي، واللي يشوفه ويتعامل معه ما يفتكر إنه هذا الرجل ممكن يحارب العالم كله. ومع هذا ما يمنع ان نعرف شو عندك. تفضل. صافي، تعرف واحد اسمه يوسف؟ انا اكلمك، تعرف واحد اسمه يوسف؟ لا. يعني انت ما تعرف واحد اسمه يوسف؟ من يوسف؟ وصلت لابويا يوسف، اوريك خير. Thank you.
صار لك ساعة وانت تقولي لي انك تريديني في موضوع. تكلمي وخلصيني. بصراحة في واحد يبغى يجي يخطبني. انا اعرف ان عبد الجليل ما صار له فترة من توفى، بس هو يبغى كلمة والزواج بعدين. ودراستك؟ هو موافقني أكمل دراستي بعد الزواج. ظهر عليكم مستعجلين؟ لا أنا مش مستعجلة، بس هو يبغيني. شور شور أبوك وهاي المشكلة. إيش من مشكلة؟ هو أبوك يعرف أهله وبينهم مشاكل بعد. أجل انسي. خلاص ما في حد يرد علي ولا حد يكلمني. السلام عليكم يما. عليكم السلام، حي الله وليدي. تفضل حبيبي، أكيد جوعان. جوعان بس مو للأكل، للي راح يصير. خير؟ في شي جديد بعد؟ التقيت حمود أبو صافي. الله يستر من اللي جاء. نعم، من معي؟ مكتب الأستاذ صافي. أي نعم، أنا أمام مركز الشرطة. ما أتحرك من مكاني. ليش؟ طيب أبوي وش فيك؟ ما فيني شيء يا بنتي، ما فيني شيء. تدري من زارني مزرعتي اليوم؟ من؟ يوسف. يوسف وخطبني؟ طيب الأول سألي كيف وصل مزرعتي؟
وانت خايفة من صافي. لعلمك هو اللي يخاف منك الحين، ما بنت اللي تخافين منه. بس انا خايفة لا يكتشف اللي احنا جالسين نسويه ويواجهني انا بعدين. لا يواجهك ولا تواجهينه، يعني خلي ببطنك بطيخة صيفي. وحتى لو عرف وحب يتحاسب معك، انت على الحق وهو على الباطل. بالعربي يا حنان انت 200 200. اسمعيني يا نجود، قولي ليوسف انصافي ما بسهل، ولا اسمح له ابدا يقترب من عائلتي، ولا راح انسف من على وجه الارض. اكيد اكيد ما تسهل يا صافي. ليش متضايق؟ ما في شيء. تعلمني عليك، هذه عشرة عمر طويلة، أنا عارفك وأحس فيك من صوتك. صافي يا حليمة. صافي؟ إيش فيه؟ كسر كلامي وسوى اللي يبغي. إيش اللي سواه؟ سوى مشكلة والله يستر من تاليها. حمود تراك خوفتني. الفنار مصافي، هذه ثاني مرة تسألني عن الفنار. ممكن أعرف يا حمود إيش هناك؟ صافي هذا الفنار لحد ثاني. تعرف إيش معنى هذا الكلام؟ نعم اسمعني، هذا الرقم تنساه،
أنا لا أعرفك ولا عمري عرفتك. وعلى فكرة أنا بلغت عنك الشرطة. خايف دائما المجرم خايف. لم يكن أمام إلا أن أخون، فحياتي لن تكن مجدية معك. وهل خيانتي يا عز ما أمنك هي السبيل الوحيد لتنجو من عاقبة الدنيا؟ ربما ولما لا؟